قبل ما نروح نوصف الجول الثالث مع الكابتن اسامه عرابي، نروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا شريف. من جديد كابتن ايمن بجدد التحيه ولضيوفك ولكل مشاهدينا عقب فوز النادي الاهلي على فريق المقصه باربع اهداف مقابل هدف. معي الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، بقول لك الف مبروك، فوز كبير النهارده على فريق المقصه. بس بلغه الكوره ما قلقتش، جبنا جوان كتير، اوف سايد اوف سايد اوف سايد، كان في كوره فيها شك كبير جدا، ولكن ما خفتش، قلت الكوره ممكن تقلب، وبالفعل المقصه احرز هدف وتاخرنا. كان عندك ثقه ان ممكن نرجع للجيم مره اخرى ونتعادل ونتقدم عليهم كمان؟ بص انت دايما الاول تحية طبعا كابتن ايمن وضيوفه، انت دايما بتحاول تجتهد وتتعب وتعمل عليك، اعتقد اللعيبه كانت مركزه في كده، يعني زي ما انت قلت عندنا كذا هدف احرزناه وكان اوفسايد، وبعد كده بترد عليك بضربه جزاء، لكن انت عارف برضو لعيبه النادي الاهلي وشخصيتهم وازاي بقى عندهم تصميم ان هم يرجعوا المباراه ويقدروا يخلصوا المباراه. فاعتقد الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عندنا ثقه كبيره جدا ان هم متحملين مسؤوليه كبيره في وقت صعب جدا، خصوصا نهايه مرحله مهمه جدا اللي انت كنت تنهيها بشكل كويس عشان خاطر تاهلك كويس نفسيا لبطوله كبيره كلنا بنحلم بيها وجمهورنا بيحلم بيها، بطوله افريقيا. فاعتقد الحمد لله جهد مشكور جدا من كل اللعيبه واداء مميز جدا، واعتقد مباراه اعتقد اديناها بشكل كويس، اللعيبه ادتها بشكل كويس، حتى الروتيشن اللي حصل من خلال المباراه اعتقد برضو اللعيبه الحمد لله ادت اداء مميز وكان لها شكل في الاداء وعملت منافسه كويسه بين اللعيبه، وده الحمد لله يمكن دي بتبقى بالنسبه لنا مشكله لكن بتبقى مشكله كويسه للفرقه يعني. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره النهارده وان شاء الله تحدي جديد بقى الفتره اللي جايه. نروح لافريقيا، الاهلي الحمد لله اتعادل قبل نهايه الشوط، دخلته بين الشوطين قلت اللعيبه ايه، والتعادل 1-1 ما بين شوطي اللقاء، مستر موسيماني وحضرتك كنتوا حريصين تقولوا اللعيبه ايه؟ هو الراجل اتكلم ان احنا لازم نبقى اهدى، احنا بنوصل بشكل كويس، عندنا فرص كويسه، لازم نبقى اهدى في الثلث الهجومي، هيجي لنا فرص كويسه، لازم نستغل الهاف سبيس اللي في ظهر هشام محمد، وانت عارف ملعب الملعب عريق جدا يعني بتاع الجيش استاد الجيش، فمهم جدا ان انت تستغل من عمق الملعب وتقدر تعمل تخترق الاختراقات اللي تستغل سرعات شريف او الكرات العرضيه اللي بتقدر تستغلها من عن طريق عالي او من عن طريق اكرم. واعتقد الحمد لله اللعيبه كانت مستوعبه جدا وقدرت اللي تحقق 3 اهداف مهمين جدا في وقت مهم جدا، واعتقد بشكرهم طبعا. الجماهير ما تعرفش او المشاهدين ما يعرفوش ان انتوا بقالكم فتره بتمرنوا تخصص بعد التمرين لصلاح والشريف على الهيدرز، والنهارده احرز هدفين محمد شريف، بتشتغلوا في صمت وفي هدوء من غير ما حد يعرف حاجه، وشغلكم بيبان في ترجمتها للاهداف زي النهارده محمد شريف معانا. بص انت 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 عشان مع شيرنا طبعا وموجود على طول معانا، انت عارف الراجل احنا دايما هي كره لعبه تفاصيل يعني، مهم جدا ان انت لما يكون عندك لعيب مميز زي محمد شريف بيقدر يشتغل برجله كويس من اليمين والشمال ويجيب هنا اهداف، يكون عندي نقص شويه في الحته دي، فبتقدر من خلال التدريبات الفرديه تقدر تنميها. فاعتقد النهارده الحمد لله احرز هدفين مميزين جدا بدماغه النهارده وحاجه كويسه جدا يعني. برده نفس القصه صلاح محسن من اللعيبه المميزه جدا في الهيدرز، برده بتاكد على المهاره ديت. ديانج برده في التصويب برده من اللعيبه اللي برده احنا بنشتغل معاهم بعد التمارين اللي هو برده يحسن الحته دي. فاعتقد الحمد لله كل ما بتشتغل في التفاصيل ديت كل ما بيبقى لها مردود يعني، لكن هو ده الطبيعي ان انت بتشتغل على الحاجات ديت عشان تساعد فرقتك عشان يبقى عندك حلول هجوميه كتيره وتقدر في ماتش زي ده وتقدر تحسمها يعني. اخيرا طموحات جديده، غلق المحل المعترك المحلي، التركيز في نهائي الحلم، نهائي افريقي النجم العشره مع فريق كبير كايزر تشيفز، الناس ممكن تستعين بيه ولكن فريق نتائجه تخض. خلينا نتكلم في نهايه الكلمه اللي انت قلتها اللي هو فريق كبير، الفرقه اللي بتلعب نهائي افريقيا اكيد يبقى فرقه مميزه، عندها لعيبه كويسه، عندها قدرات كويسه، اللي انت بتلعب نهائي افريقيا اكبر بطوله في دوري افريقيا، فلازم نحترمها جدا، لان انا بشوف في ناس كتيره جدا بتقلل من قيمه كايزر وكده، وممكن دي تاثر على وممكن تاثر عليها سلبيا، زي برضو زي النغمه اللي كانت موجوده ان التفويت والنادي الاهلي بيفوت، النادي الاهلي الحمد لله بيكسب كل فرق، النادي الاهلي حتى متصدر الدوري الحمد لله النادي الاهلي واخد منه بيكسب الوصيف كمان 4 نقاط يعني، فلما اعتقد الوصيف ممكن يسيب يعني ما افتكرش، حتى البطل حتى دلوقتي متصدر الجدول يعني، نادي الزمالك النهارده متصدر الدوري، احنا الحمد لله واخدين منه 4 نقاط، فاعتقد يعني دي نغمه كانت حاجه مش حلوه يعني، لكن احنا دايما ما بنسمعش الحاجات السلبيه ديت، احنا عندنا هدف، مباراه مهمه جدا، مباراه كبيره جدا، 90 دقيقه مش عاوز اقول فاصله لكن مهمه جدا في تاريخ الجيل دوت اللي هو يعمل
يعمل مجد جديد لنفسه الاول والناديه ولجمهوره اللي هو متعطش جدا لكل ما بياخد بطوله بقى متعطش بطوله اكبر اللي بعدها. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مقدره المسؤوليه ديت واحنا مقدرين المسؤوليه ديت، واعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل اقصى كالعاده يعني اقصى ما عندنا عشان نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ونوعدهم ان شاء الله اللي احنا نرجع بالبطوله. قادرين على الفوز باللقب باذن الله؟ اه طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله وحده ان شاء الله ربنا يكرمك. يعني بيحلم بالعسل. انا ما بشوف دايما ما فيش حاجه اسمها حلم، انا بشوف ان في حاجه اسمها هدف انت بتسعى له يعني تاخد بالاسباب وتشتغل عليه كويس اعتقد ربنا يديها لك يعني. يا رب باذن الله وفقنا وباذن الله توفيقكم معانا يوم 17 ونفوز على فريق كبير وفريق كايزر شيفز باذن الله. ان شاء الله شكرا شكرا. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع مدرب النادي الاهلي طبعا الكابتن سامي قمصان عقب فوز النادي الاهلي على فريق المقصه باربع اهداف مقابل هدف.